اهلا بحضراتكم من جديد. تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا من خلال الصفحات الرسميه لمختلف المواقع، ونبتدي بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر واللي بيقولوا ان في طلبات من موسيماني في الميركاتو الشتوي. طيب خلينا نقول لحضراتكم هنا في متن الخبر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان موسيماني طلب ان الاهلي عايز حارس مرمى نظرا لتذبذب مستوى علي لطفي. الكلام ده ما حصلش، مش بينفي لمجرد النفي بالمناسبه، لا في تفكير في تعاقد مع حارس مرمى حتى الان، لان الناس في النادي شايفين ان احنا عندنا حراس مرمى مميزين، الشناوي، لطفي، شوبير، حمزه علاء، فمفيش حاجه للجزئيه دي لحد اللحظه دي. ما حدش طلب ولا موسيماني طلب موضوع حراسه المرمى ده خالص. قال لك كمان ايه؟ يعني بيبصوا لقدام قوي، قال لك اصل في محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز عقده هينتهي اخر الموسم، فموسيماني طلبه مش منطقي. مفيش الكلام ده برضه لحد دلوقتي، لاعب لسه موسم طويل، مفيش الكلام ده، ولا حد طلب ولا تطرق لجزئيه محمد حمدي. لكن البعض بيحاول يجتهد، وده عادي في الاعلام الرياضي، مفيش مشكله خالص. لكن انا بقول لحضراتكم، بوضح لحضراتكم الكلام ده غير حقيقي بالمره. خلينا كمان نروح لخبر اخر من حساب الاهرام على تويتر، واللي بيقول عروض الشتاء لديانج تثير القلق في الاهلي. مفيش قلق ولا حاجه، ومفيش عروض اصلا عشان يبقى في قلق، ولو في عروض الاهلي هيدرسها وهيشوف اللي في صالح النادي واللي في صالح اللاعب، وفي الاخر يتم اتخاذ القرار. لكن اقدر اكده على حضراتكم ان في صعوبه بالغه في حاله وجود اي عرض رسمي للنادي الاهلي بخصوص ديانج او غير ديانج ان يتم الموافقه، في صعوبه بالغه في الجزئيه دي، لان زي ما شرحت لحضراتكم من شويه القصه ماشيه ازاي. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من خلال اليوم السابع وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ان موسيماني بيرفض رحيل قفشه وديانج في الميركاتو الشتوي. نفس الكلام المكرر، وهي نفس الاخبار، مفيش تغيير فيها، وطبيعي جدا انت عندك اثنين زي دول، صعب قوي ان انت توافق على رحيلهم في الشتاء، يعني في شهر يناير. وهو اصلا برضو يا جماعه انا باكد على حضراتكم مفيش اي عروض رسميه جت للنادي الاهلي، هو كلام كله وكله، لكن مفيش اي عروض رسميه اصلا جت للنادي الاهلي، والاهلي ما بيتعاملش غير بالشكل الرسمي في العروض وفي كل الامور الاداريه يعني. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي، تعال نشوف بقى الوطن قايل لك ايه. مصدر: موسيماني يطلب رحيل كهربا نهايه الموسم. بذمتكم يا جماعه، بذمتكم قريتوا الخبر ده كم مره؟ كم مره من ساعه ما كهربا جه الاهلي؟ قريتوا الخبر ده كم مره؟ بقى سواء بقى في الوطن او بعض الصحف الاخرى او بعض المواقع الاخرى. هل كهربا مشي؟ كهربا موجود ولا مش موجود؟ موجود، وموجود ومش هيمشي. في قرار ان كهربا مكمل، مفيش اي قرار ان كهربا يمشي. وانا تقريبا حاسس ان انا بعيد جزء من حلقات سابقه، هو نفس الكلام اللي بيتكتب، هو نفس الرد بتاعنا، وبيطلع الرد بتاعنا هو اللي صح، ان كهربا مكمل مع النادي الاهلي وفي قناعه بمستواه، ولو تم استبعاده من قايمه لمباراه او اخرى ده بيبقى وجهه نظر فنيه. وبالمناسبه بقى يا جماعه، انت القايمه بتاعتك كلها نجوم، القايمه بتاعت الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي لعيب هيخرج منها هيقول لك ده موسيماني مش عايزه، زي ما حصل مع طاهر اول ماتشين خرج من القايمه في اول ماتشين، ماتش اسماعيلي والبنك، قال لك طاهر طلب ان هو يرحل على النادي الاهلي وده ما حصلش. قال لك اصل موسيماني مش مقتنع بيه وده ما حصلش. واي لعيب هيخرج هتسمعه نفس الاخبار دي من القايمه، لان كل فرقه الاهلي ما شاء الله كلهم نجوم يعني، فخبر غير صحيح بالمره يعني. خلينا ناخد اخر خبر معانا في ترند الاهلي، ومن خلال حساب يلا كوره على فيسبوك بيكشف سبب غياب محمد محمود عند مديه مانيه سمنود. محمد محمود بيخضع لبرنامج بدني شامل في الفتره الحاليه ليكون جاهز للمشاركه في المباريات المقبله. يعني محمد محمود هياخد وقت لحد ما يشارك في المباريات، لان لعيب بقاله سنتين ونص تقريبا، لعيب كبير طبعا بس بقاله سنتين ونص مصاب، فهياخد وقت. مفيش حد بعد سنتين ونص هيرجع يشارك على طول، هيبقى المشاركه تدريجيه بوقت، وان شاء الله باذن الله يرجع يشارك في المباريات، لانه لعيب مهم جدا وموهوب جدا جدا.